طبعا معكم عمدة غزالي من قناة A&M Vlogs، وانا راح احكي لكم راح اروح هلا راح اطلع من البيت راح اروح على ماكسيم مول، راح اوديكم جولة بماكسيم مول ويلا نروح. زي ما تشوفين انا هلا طلعت من البيت وهيني بالسيارة. طبعا الجو مرة حلو، طبعا خليكم معنا هلا بالطريق. مرحبا، طبعا انا هلا وصلت بعد ما بديت اصور لاني حامل اغراض كثير بضاعه وهيك. زي ما انتم بتعرفوا طبعا هذا المحل تاعنا هو صغير بس بضاعته كثير بتجي. زي ما شايفين انه كل اشي حلو فيه، راح افرجيكم هلا عن فلسطين حلوه. زي ما شايفين هذا فستان كثير حلو، هو لمية تقريبا بس موديله حلو، طبعا تصوير زفت راح يكون لاني ماسك بايدي. زي ما شايفين هذا الفستان لمية، راح افرجيكم هلا فستان تاني. طبعا في فستان كتير فراح افرجيكم هذا قصير. زي ما شايفين كتير حلو، طبعا هدول كلهم انا اللي اخترتهم. زي ما شايفين من ورا هذا طبعا سهرة صغيرة اشي، وفي جميلة اياسات. زي ما تشوفين قصير من قدام طبعا وطويل من ورا. انتو شايفينه طويل كامل، هو مش طويل كامل، هو بس لانه في هيك قماشة هيك رح تشوفوه. طبعا انا ما راح اصور لكم فلسطين كثير لانه صراحه بتعبوا انك تطولهم وترجع تضبهم لانه لهم طريقه مناسبه.